في البداية سيادة الرئيس أحب أقول أن النهاردة محتويات العرض جزئين. الجزء الأول بيتكلم على دور القطاع في تنمية الصعيد، والجزء الآخر هو الجزء الخاص به مشروع الافتتاح اللي احنا بصدد افتتاحه اليوم النهاردة. ما نتكلم على دور القطاع في تنمية الصعيد، نتكلم على 10 محافظات في الوجه الإبلي تستهلك 20% من إجمالي استهلاك الجمهورية من المنتجات البترولية. لما نتكلم على ما تم إنجازه في خلال الفترات اللي فاتت وحتى سنة 2014 لقطاع البترول، أهم الوقفات كان إنشاء مجمع تكرير أسيوط سنة 87، وتم إضافة وحدة تكرير ليه وتوسعة ليه سنة 2002، وفي 2001 برغبة في التركيز على المشروعات التنموية للوجه الإبلي فتم إنشاء شركة جنوب الوادي للبترول علشان تهتم بكل المشروعات الخاصة بالبترول في الصعيد. ثم في 2010 تم مد خط الغاز للشبكة القومية، الخط الرئيسي من شمال الصعيد حيث كان يقف عند بني سويف، وتم مده إلى أسوان. في خلال تلك الفترة وحتى سنة 2014 كان كل عدد الوحدات اللي متوصلة بالغاز الطبيعي، الوحدات السكنية، 534 وحدة سكنية فقط، و714 محطة بنزين، و12 محطة تموين بالغاز، و1152 مستودع بوتاجاز. طبعا يعني لما نلخص هذه الجهود اللي تمت، هي جهود لا بأس بها، ولكن ما كانتش بتغطي احتياجات الوجه الإبلي ولا الصعيد، وبالتالي كان في تحديات. يمكن كلنا نتذكر الأزمات اللي كانت موجودة، ولا سيما لأهالينا في وجه إبلي، سواء في البنزين، في السولار، طوابير البوتاجاز، الضغط على الطرق السريعة، وده كان نتيجة ان احنا بننقل كل احتياجات الصعيد من وجه بحري من القاهرة او من الاسكندرية او من السويس علشان نغطي احتياجات الوجه الإبلي. ما كانش عندنا طاقات تخزينية كفاية، كان دايما بيبقى عندنا ازمات في تخزين المنتج. كل ده استلزم ان احنا نتوقف، وكانت تكليفات سيادتك فخامة الرئيس بان احنا نضع خطط لتجاوز هذه المشاكل وهذه الأزمات، خطط تنفيذية. ومن هنا هنستعرض جهود القطاع في كل عناصر قطاع البترول، من بحث واستكشاف لبنية أساسية خاصة بالبترول، لبنية أساسية خاصة بالغاز، لمحطات الوقود، لمراكز توزيع الاسطوانات البوتاجاز، ثم في النهاية مشروعات التكرير. أول جزء الخاص بالبحث والاستكشاف، ففي خلال الفترة من 2014 وحتى اليوم تم توقيع 10 اتفاقيات جديدة في منطقة التابعة لمنطقة جنوب الوادي، وتم إطلاق أيضا أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية في البحر الأحمر في 2018. استتبع ذلك إن احنا تمكننا من طرح أول مزايدة عالمية في النطاق الاقتصادي لمنطقة التابعة الخالصة لنا في البحر الأحمر في 2019. كان نتيجة ذلك ان احنا رسينا على 3 شركات عالمية كبرى، امريكية وبريطانية واماراتية، وتم توقيع اول 3 اتفاقيات للبحر الأحمر في 2020 بالتزامات حدها الادنى 5.2 مليار جنيه. في نفس الوقت بلغ إنتاج منطقة جنوب الصعيد وشركة جنوب والشركات التابعة لها حوالي 21,000 برميل في اليوم من الزيت، كما بلغ الاستثمارات في منطقة خليج السويس والبحر الأحمر لتنمية حقول الزيت والغاز 13 مليار جنيه. لما نتكلم على ما تم فيما يخص البنية التحتية وزيادة إمكانياتها، فنتكلم على البوتاجاز اللي كان دايما عندنا مشكلة رئيسية فيه، زودنا طاقات تخزينية 6500 طن
تزود لنا 30% من الطاقات التخزينية، وده تم في شركة بتروجاز في منطقة سوهاج، وده هذه الطاقات تغطي 200% من استهلاك جنوب الصعيد. لما نتكلم على المنتجات البترولية فأيضا زودنا مستودعات لتخزين البنزين والسولار ب 2500 طن ساعات تخزينية إضافية، وده كان في شركة النيل لتسويق البترول في أسيوط، ويعتبر مستودع حديث رقمي مزود بأحدث أجهزة القياس. ويمكن في هذه الصورة نشوف كمان منصات الشحن اللي بتشحن العربيات وعندها إمكانية إن هي تشحن بنزين وسولار، وعندها طاقات تشغيلية تقدر توفي حوالي 80% من احتياجات الوجه الإبلي. لما نتكلم على الخطوط وهي الشرايين الخاصة بالقطاع اللي بتمد المستودعات لأماكن توزيعها في المحافظات المختلفة، تم إضافة 570 كيلومتر أطوال من خطوط زيت خام أو منتجات بترولية بما يوازي 45% إضافية لشبكة الأنابيب. أهم المشروعات اللي تمت كانت مشروعات تخص الزيت وتخص البوتاجاز وأيضا المنتجات، وكان أهمها البوتاجاز من البحر الأحمر وأسيوط، ومن أسيوط طبعا لمستودع سوهاج اللي تم افتتاحه سابقا. ومن هنا بنقدر نتكلم على شبكة من الخطوط اللي بتسهل لنا المرونة وتوفير المنتج بطرق أسهل وأسرع